هذه القاعة الأخيرة لمعرض متحفنا تسمى بالقاعة المعاصرة، لأنها تشمل معلومات عن أدبائنا والشعرائنا وعلمائنا المعاصرين الذين عاشوا ونشطوا في أثناء روسيا السوفيتية وبعد أن استقلت أذربيجان. بين معروضات المتحف كثيرة من البطاقات والأقلام والساعات والمخطوطات مطبوعات الصور منسوبة لعلمائنا وشعرائنا. ومن أبرز ممثلي لأذربيجان لأدب الأذربيجاني في القرن العشرين كان صمد فورغون، إنه الشاعر الشعبي الأول لأذربيجان. واشترك صمد فورغون في تأسيس أكاديمية العلوم لأذربيجان عام 1945، ونفسه عمل نائب الرئيس لهذه الأكاديمية. وترجم الشاعر كثيرا من النماذج من الأدب الروسي مثل إيفغيني أونيجين، المنظومة من إبداع بوشكين. وفي أثناء يوبيل للشاعر نظام غنجبي بمرور 800 عام، ترجم صمد فورغون منظومة مجنون وليلى من الفارسية إلى الأذربيجانية. وإنه اشتهر كشاعر وكاتب ومسرحي، وألف كثيرا من المسرحيات مصنفات والأشعار. ومن أبرز ممثل للأدب الأذربيجاني المعاصر هو جعفر جبارلو، إنه مؤسس لفن المسرحي الحديث في الأدب الأذربيجاني، وألف مصنفات مثل حرب باكو، فتح أدرنا، وحرب طرابلس، وألماس، وما ذلك. وأحمد جواد من أبرز شعرائنا أيضا الشاعر للنشيد الوطني لأذربيجان، ولكن مع الأسف أحد من ضحايا إرهاب الأحمر. وبين معروضات متحفنا موجودة أقلام وبطاقات حتى قطعة شعر منسوب للشاعر صمد فورغون. يمكننا أن نذكر أسماء ممثلي لأدب أذربيجاني في هذا العهد مثل إلياس أفنديف، صابر رحمان، أندر ملمت خانلي، رسول رزا وزوجته نجارة فبايلي، ميرواري دربازي، وجواد هيات، وما ذلك. وبين المعروضات متحف الكتب والمخطوطات والمطبوعات منسوب لهؤلاء المثقفين.